لا والله ما انت لا ما انت مشاهدين تتبعك انا شفتي في مرحبا بكم مرة اخرى في هذه الحادثة الخطيرة اللي وقعت بين جوج ديال السيارات في طريق السيارة بيت بين مدينة الدار البيضاء والمحمدية على مستوى محولة 10 مارس. جوج ديال السيارات اصطدموا فيما بينهم والنتيجة 3 ديال الإصابات، وحدة منهم وصفت بالخطيرة، تم النقل ديالهم إلى المستشفى. والله يا خويا ما شاري فيك. بطبيعة الحال أنتم كتشوفوا عناصر الأمن حاضرين في العين ديال المكان في مكان الحادث من أجل القيام بالمعاينات والإجراءات الضرورية. مرة أخرى مزيدا من الحذر، السرعة ها هي النتيجة ديالها، السرعة والتسرع أثناء القيادة هذه هي النتيجة ديالها. إذا بنادم يحاول ما يمكن أنه يتفادى السرعة ويمشي بشوية. شوفوا الأجزاء ديال السيارة كيفاش تطايرت، هذا كيبين الحجم أو السرعة اللي كانت كتمشي بها هذه السيارة. ماشي هذه السيارة، السيارتين ما عند جوج، لا هذه ولا الاخرى اللي مقلوبه انتم شفتوها. اذا مزيدا من الحذر مشاهدينا الكرام، مزيدا من التأني، مزيدا من عدم التسرع اثناء القيادة. الحمد لله ما كاينش الموت، ولكن كاينين اصابات بشريه، وحده منهم وصفت بالخطيره. نتمنوا ان هذا المصاب انه ما يتصابش بعاهه مستديمه او ما يتوفاش، نتمنوا له الشفاء. الله يهدي مخلق، الله يهدي الناس اللي كيسوقوا. حنا واقفين دابا هنايا وكاين اللي دايز في الطريق هذه اللي ما خصكش تفوت 180، كاين اللي دايز هنا ب 160، السرعه ديال 160 180، دابا كيدوزوا من حدانا 160 180، مع العلم ان هنا هذا الطريق السيارة المداري يعني الداخلي ما كتفوتش فيه 80 في السرعه، وكاين اللي دايز هنا ب 160. وعموما طريق السيارة برمته ما مسموحش لك انك تفوت 120 في الساعه. مكان طريق السيارة بين الدار البيضاء والمحمديه في اتجاه الرباط على مستوى محولة 10 مارس، هذا هو المكان ديال الحادث. مرحبا اخويا، صحافي اخويا. هنا انتم كتشوفوا هذا هو النتيجة ديال التسرع اثناء السياق. جوج ديال السيارات تقلبوا من بعد ما اصطدموا فيما بينهم في طريق السيارة اتجاه الرباط على مستوى محولة 10 مارس، والنتيجة 3 ديال الإصابات اللي تم النقل ديالهم بواسطة سيارات الإسعاف إلى المستشفى، وحدة منهم وصفت بالخطير. شكرا مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة، دمتم في رعاية الله وإلى مباشر آخر.